يا مرحبا الساعي، مرحبا مليون فيكم في سيتي سكاي لاين. طبعا الخطة كانت اني اكمل محمية، لكن عندي مشكلة تواجهني حاليا اللي هي العمال. ما عندي عمالة بالمكان لسبب ما، شو ما ابني عمال بعد يحتاجون زيادة، فبسوي هالمنطقة بيوت موصولة في وين؟ نفس اللي هناك، موصولة في دايركت في صديقنا منطقة زراعية، حد ساكن رأس الشارع. المشكلة في الترتيب هذا، يتمون يحتاجون خدمات بروحهم لأنه ما يتوصل بالخدمات الثانية. هاي المشكلة الأساسية في الموضوع كله. بس عندي والغلطة اللي سويتها، حطيت هناك شوي عماير على أساس إني أسد احتياج السكان وما سدت، اللي هي هني. فأحس بيسوي زحمة لأول ما لها آخر. شوف عمارة، تقولون لعبة كول أوف ديوتي، عمارة شارع رملة، دنيا مكسرة، واقفة عايشين عادي، ما يشتكون ما يشتكون. والله عيبني الموضوع العماير. لحظة خلنا نسوي عماير غير هني، نسوي في الوسط هني دكاكين. لحظة عماير، خلنا نعبي الفراغات، عبيها عدل. لأن تعبايته الله يعين الزحمة اللي هنا بتستوي. الله يعين الله يعين. وهني بيوت، بس ما في عمالة، شو نسوي؟ هم شنو العمال اللي يبونه؟ uneducated، كله uneducated، يبون highly educated. خيبة، شو المكس الخايس، شو المكس الصعب بهذا، شو المكس. حتى كم دكان هني، تعال دونات شي هالسوالف طيبة. لحظة بيش تكون كهرباء عقب على طول. سويت دهليز انا مو بشبكة مي. اوكي، حصلوا كهرباء من المدينة الثانية، نايس. فكيت من شغله. طب بس حكم ترى هالعمال على اساس انت تفتحون اللي توني. ماشي عمال كل شيء، ماشي عمال، ماشي عمال، ماشي عمال. المهم هذا مباشر مواقع الصيد، قلنا لكم مواقع الصيد بتكون داخله، يعني هذا الشارع بيكون مختفي. يو اللعبة قامت تستوي ثقيلة يا ربع، قامت تستوي ثقيلة ثقيلة، لأني راس كل شيء عند بعض تراني. شوف الموقع هذا، هذا موقع حلو الصراحة، مرة داخل الغابة، داخل الغابة. ها ما يبالي وايد، نحن تخلي وسوينا المحمية خلاص، بس باقي الناس تي تتمشى. هذا أظني يناسب المخيبين أكثر من غيره. لا اللعبة قامت تعلق، بديت أخاف إنه يستوي لها كراش ولا شيء. خلنا حقي لهم كراسي. حقي لهم كراسي. لحن ما في مودات يعني فعلية، في كم من أسد بس. ندخل مودات شو يستوي؟ في ماي، في كهرباء، في يا ما بتفاهم على طول نووي. بس إذا استوى شيء سوى نفسي نووي. يبغانا نعدل بعد، نسوي مكان منطقة بس حق
دائرة المويه بالكهرباء الصراحة ما ينفع الطريقة هاي. وين صار الهانتن كابن؟ هذا هو. نجمع الصيادين في مكان، ها كبراء الصيادين هاي اللي يطلعون شو يسوون؟ يحبسون. شوفوا حتى موه، يانا يعني موه جاهز، بس شو يبالنا هني؟ هني يبالنا مواقع تحبيس في الداخل. طبعا المساحة لا هي المساحة، لا لا تقول لي، لا تقول لي تبى شارع. لا حطيك انتم واحد الصبح هني يحبس، بعدين شوفون اموره. والله تصدقون احس ما يبغى موقع تخييم اكبر، يعني المحمية بهاي بحد ذاتها مش مفروض يكون فيها اكثر، بس شو مفروض يكون فيها اكثر؟ يمكن حطي شير صغار شوي نزيده، بس المكان يكون ملغم شير. والظلمة هني اوكي، هني مفروض المكان يكون ظلمة. شوفوا هاي الصغار هاي، شوفوا مواقع مش طبيعية الصراحة، مضبوطة مضبوطة من الآخر. شنو بأكثر؟ ما أنا بأكثر فيها حاليا، حاليا ركزوا كلمة حاليا، بعدين يمكن نوسعها نوصلها لهني، بس محمية لمجرد انها محمية ضخمة تكون، اعتبرها محمية مع ان فيها صيد وتخييم، بس اوكي اوكي امور طيبة. شو ما عندكم انتو؟ عندكم عمال؟ في عمال الدنيا حطيت توه يشتكون يشتكون، وفي بيوت هنا ترى ما حيسكن، ها يشتكون. تعديلات عامة، خلنا نشوف حديقتنا شو اخبارها. ليفل كم وصلت؟ اولموست ليفل 5، ها 4 ستارز 3 ستارز، كم ستار ماكسيموم هاي اصلا؟ تقريبا 4 ستارز الحين ليفل 4. يا الله دخلها 5000 نفر، ما توقعت بهالسرعة توصل. وصلت وتذاكر زينة، رزق زين. ان كان مالي طاح لان اكيد في ناس سووا ابجريد، اكيد في ناس سووا ابجريد. خلنا نرجع هني نحط لي لعبة قدام صديقنا اللي اسمه روح، المقبرة روحت بعيد. وين الملاهي؟ حطي هني اوكي نات باد. نحطي لنا وين هذاك؟ وين صار؟ ايوه ادور عليك انا الصبح. هذا هذا شيء جميل، اهم شيء ما يتحمس يفر حد برا على العمارة يعني بيجيب العيد. شوفوا في احد صراحة ما لحق. شوفوا كم الكوست ماله، كوست جبار، كوست شوي ترى مو شوي. الحين شو باقي؟ لازم نسهل للناس يوصلون للمكان هذا، لان هذا في السيتي سنتر، هذا يهدف للناس جميعا. فاللي ابغى اسويه نجيب ناس لين عند البوابة هني، الناس تقدر تمشي. احنا من الشغلات اللي نقدر نسويها حتى معبر مشاة، بنضحي بكم من بيت لكن مو مشكلة. اوريدي اكيوبايد ما خسن زين، عادي شلح حتى لو اكيوبايد اي دونت كير يعني. اوكي اكيوبايد ولا غيره؟
ابى اهدمن عادي، ما عندي مشكلة. انت ليش زعلان؟ ما بيرضى شكله. لان الشارع وايد عود. لان الشارع عود هنا. لو الشارع اصغر ولا عندي اناركي كان السوق اوكي، كان عادي. من هني برفع شوي. زين اوكي، جرب نفس الحركة الصوب الثاني. سامحوني أيها البيوت، أنا ضحيت فيكم كلكم جميعا أعرف. أفا شوف الناس تي من، ولأني ضحيت في بيوت خلني أعبي هاي البيوت أكبر. بالضبط، هذا على اساس الناس تنتقل من هذا المكان لهذا المكان التي تاخذ خطوطه منه. المشهد بس وايد عالي يبونه، وايد اوفر. هذا منو بيتفيد يركب هذا؟ بالنقل لازلت بكويت سنس. هاي حاجة جديدة شكلها، ما في حد بيركب الشارع يستري. انا تنتظر والله حد يفوق. مسوي لكم شارع والله، ضحيت بسيارات، ضحيت ببيوت، سيارات بيوت، دمرت بيوت لاجل ان تمشون انتو. كم باص؟ 104 باص، 104 عدد الباصات المستعملة. ابى الاكل شوي كثر مجمع فيه. انا عندي ترى شعب وسخة والله صدق، 24 ساعة يوسخون. بعده ما عند عمال ذبحنا هذا. في عندهم هني تقريبا، مش هذا، هذا تقريبا تقريبا يعني. لا ما عندهم شيء، خلنا نحط لهم مدرسة هني. نبقى كوميونيتي سكول، بما ان احنا نتعامل مع صناعية بنحتاج هالسوالف. هاي اساس الناس تزرع مثل عالم الناس. بس شوفوا ها المزارع قام تستوي حلوة، شوفوا قاموا يزرعون. لايف ستوك هذا مش زراعة، المفروض يكون عنده حيوانات. بس كان بيكون حلو اذا كان مزرعة الحيوانات فيها حيوانات. يعني هذا فواكه بنقول ما عليه، بس كلهم نفس الشيء. بس اوكي هذا افضل، اما الخشب بس بيكون وايد اوكي. يعني لو انه مثلا يغيرون الثيم، لكن اذا الحين اللعبة قامت تستوي ثقيلة بعدين كيف؟ انتو خبرونا. هذا اوكي، الفورستري فنان. انا بعرف شو اللي كانوا محتاجينه، ولا هني اللي موظف. شو موظف؟ شو يحتاج؟ 7 اوفر educated workers. مشكلة التعليم عندي زايد، وايد وايد متعلمين بالزيادة السكان. نشوف الهاي سكول، ايه وايد متعلمين بالزيادة. هاي المشكلة يواجهونها، ما يقدرون يوظفون حد لانهم متعلمين. شوف ان اديوكيتد قام يطلع عندنا الحين. للأسف بضطر اني اخلي ناس ان اديوكيتد، هذا حال الدنيا. لازم حد غير متعلم شو نسوي؟ ما بكون قاسي، لكن هذا الواقع المر اللي هم عايشينه للأسف. خلينا نحط بيوت هنا. اوكي، تفاديا لزحمة الدوام الصبح. خلينا نحط هاي، بما انهم ما يسوون بلوشن يمكن شوية نويز اظني. بس
يمكن شوي نويز بس ما يسوون المفروض بلوشن، فبيكون من السهل. انا ليش ما اسوي لحظة دكان دكانين ثلاثة أربعة خمسة بالباقي بيوت هني شوي انتبه اساس ما بحطه على الشارع العام لان متاكد ان هالناس بتستعمله اكيد وهم سايرين هني هي قاعد يستعملونه في زحمه هني اخضر والله يجيب الناس اخضر منه فايده هاي شو هاي العدم اخ نحط لها مقابر ابسط حقوق انا مو مفرمها للاسف الحين وفر لهم هاي لهم مشكلة عادي امور طيبة قلت لهم اوه عسب كذي قول شو السالفة قول يا حبيبي يا حبيبي هاي بولا ماي انا جبت ماي حق هذا يعني حطيته بالمكان اللي ما فيه ماي اوكي لما حسيت انه ما اركب هنا اركب اظن اركب خلنا نحطي لهم هني حيكون في كاباسيتي نوعا ما يعني هاي شو لارج بلدنجز والله حلو اني اروم مقسم هنا وايد حلو وايد حلو يبالهم سونا تصدقون منو زعلان في حد زعلان بنحطي له سونا بحطي سونا انا بحطي سونا انا فيك حط حق هاي لسونا اوكي لا ما يستوي يوم بسوي المدينة الجديدة خلاص كأصلا هني كم يالله يالله كل مكان فل هذا ما نبغاهم مستغني عنهم انا محتاجين كاباسيتي كبير يا الشغلانة هاي بدون مدز المقابر الوسيع صعب الصراحة هي عقب بسويها نهايل يوم يبالي كم من يوم اصور 4-5 ايام بيجهزن برجع مدز مالنا ان شاء الله وداويهم كلهم المهم هذا كان اكتمال لمحمية الرياض فنشوفكم ان شاء الله في حلقة خادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.